تعالوا نعمل مع بعض بقى طاجن البطاطس كده في الفرن بالجبن، جميل جدا. انا سألت عليه ب70 جنيه، كنت هطلب واحد، قلت لي طب وانا هقوم اعمله. مكوناته بسيطة جدا وكلها موجودة عندي في البيت. كل اللي عليك يا ست الكل انك هتقومي دلوقتي تجيبي كده 3 بطاطسات متوسطين زي ما انت شايفة كده، قشرتهم وغسلتهم وقطعتهم صوابع عادية خالص. هحطها بقى في شوية مية ساقعين، واهم شيء المية الساقعة دي عشان بتقرمش البطاطس وبتخليها كده كريسبي من بره. بعد كده هتحطي عليها نص ليمونة عشان ما تغمقش معاكي لو انت هتتأخري على القلي. بعد قبل ما تقليها بقى بتشطفيها طبعا مكان الليمون، وبعد كده بتنزلي بقى في زيت سخن جدا وتفردي البطاطس بتاعتك كلها بالشكل ده. اول بقى ما تبتدي تغلي معاكي هتبتدي بقى خلاص البطاطس ابتدت تخش بقى في مرحله التسويه وبقى لونها ذهبي فاتح، وده المطلوب. مش عايزين نتك عليها في التسويه قوي عشان هتبقى طريه شويه، مش عايزينها تبقى ناشفه علينا. هنبتدي بقى نلم البطاطس من الزيت بالشكل ده ونصفيها كويس جدا على اي حاجه كده ورقه، وبعد كده نفضيها في بوله بقى كده، نحط عليها شوية كمون شوية ملح، ودي بهاراتنا بسيطة خالص. هنبتدي بقى نفردها في طاجن ألمونيوم أو أي حاجة عندك بقى بتخش الفرن زي ما أنا عملت ده، بس ده طواجن السريعة اللي احنا بقى ايه منغسلش واحنا في رحلات بقى ومصايف، ناكل ونرمي على طول. هنبتدي نحط شوية من البابريكا شوية من الجبن الرومي، هتحطي بقى شوية من ميكس الجبن عندك، بريسدون عندك، كيري كريمي، أنا هنا حطيت موتزاريلا ورومي، المتوفر عندك اعمليه. هتفردي بقى شوية جبن وتدخليها بقى الفرن بالشكل ده، هتخرج معاكي بالروعة دي. بصوا بقى المطة مع شوية كاتشب بجد سريع وجميل جدا، وكل الأطفال بتحبه، وبالذات بقى الأكل ده حلو قوي بقى في البسين والبحر من غير بقى ما نبهدل إيدينا ولا نبهدل نفسنا. حلو جدا، بصوا الجمال بجد فظيع، لازم تجربوه. أنا عن نفسي ندمت على كل الفلوس اللي صرفتها بره في المطاعم على طاجن ما يستاهلش الفلوس دي كلها. لو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير.